للملثم الذي ضغط على الزناد، وكان صفوتنا وخيرة رجالنا من أجبر المحتل على إعادة حساباته عند اقتحام المدن والمخيمات. بقاؤك بخير وعودتك لقواعدك بسلام هو أملنا جميعا. لذلك نترك لك بعض الإرشادات على طريق الوعي ورفع المهارة الميدانية. اختر مكانا مرتفعا لتنفيذ العملية يساعدك على التخفي وأخذ السواتر ويوفر لك الانسحاب منه. أمن أكثر من مسار للانسحاب وأكثر من مكان للاختباء بعد الاشتباك. استخدم لثاما في محيط الاشتباك ونمرا مزورة للسيارات التي تتحرك بها. قم بإرباك الجنود وتشتيت انتباههم بإطلاق النار في أكثر من جهة. أتلف أي كاميرات للمراقبة في محيط الاشتباك قد تؤدي إلى كشف تحركاتك. وزع المهام على من حولك من الثقات بين فريق للرصد وآخر للتغطية. أرشد رفاقك الثقات على وضع العوائق في طريق الجبات العسكرية لمحاصرة الجنود في نقاط يسهل استهدافهم فيها. لا تستخدم الهاتف الجوال أثناء وبعد الاشتباك، ولتكن التعليمات التي تعطيها للفريق بعيدة عن الأجهزة الإلكترونية. أمن ما يلزم في أماكن الاختباء الطارئة كالتمر والماء والدواء، واحتفظ بمبلغ من المال في جيبك ليساعدك في الحالات الطارئة. المقاومة مستمرة حتى تعود الأرض حرة.